متسللين زي الحرامية والجزائر لقطتهم برا. قال إنه الجزائر وجنوب أفريقيا هم اللي حركوا هذا الأمر. يعني هي إسرائيل جاية بصفتها مراقب لإيه في مؤتمر الاتحاد الأفريقي؟ طرد الوفد الإسرائيلي من قاعة مؤتمرات الاتحاد الأفريقي. ولكن يسعد دينكم يا الجزائريين، اليوم أنتم انتصرتم لفلسطين وطردتم هذا الاحتلال. خبر والله إنه مفش القلب. طرد وفد الاحتلال من القمة الأفريقية، والاحتلال بيتهم دولتين هم الجزائر. إن سقطت الجزائر لا قدر الله ستسقط الدول العربية في شمال إفريقيا بلا استثناء. المتبقي طرد ممثلي الكيان وعلى رأسهم. مرحبا أصدقائي، فيديو جديد معكم صابر من فلسطين. بعد طرد مبعوثة الكيان الصهيوني وطرد الوفد الصهيوني من الاتحاد الإفريقي، فرحة عارمة في كل الدول العربية وانتفاضة إعلامية عربية بحتة. وهذا إن دل فهو يدل على رفض هذا الكيان من كل الدول العربية وليس فقط الاتحاد الإفريقي، وهذا يتزامن مع يوم الشهيد ويتزامن مع ذكرى الإسراء والمعراج، وكأنها علامة بأن الشعب الفلسطيني والشعب الجزائري شعب واحد. فقضية فلسطين بالنسبة للجزائر هي قضية وطن. ما بدي أطول عليكم في المقدمة، يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو انكم تفجروا هذه الحلقة باللايك والمشاركة حتى يوصل صوتنا لكل العالم مش بس للوطن العربي. فهذه مش أول مرة ينطرد فيها الكيان الصهيوني. قبل هيك رئيس البرلمان الكويتي طردهم من البرلمان الدولي. خلينا نستذكر كيف طردهم هذا الأسد الكويتي المغوار من البرلمان الدولي، ونسترجع هذه الذكريات، وبعد هيك نشوف ردود الأفعال من الشعوب العربية، وردود الأفعال من الإعلاميين، وردود الأفعال من وزارة الخارجية الفلسطينية. خلينا نشوف وتابعوا للنهاية. في هذه الثواني ينطبق عليه المثل المعروف عالميا: إن لم تستح فافعل ما شئت. عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من هذه القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة في العالم. أخرج الآن من القاعة إن كان لديك ذرة من الكرامة. يا محتل، يا قتلة الأطفال. في الكويت وفي الجزائر الرجال مع الحرايط هزوا أركان الضماير. اصحوا يا كل العرب، ما بيقبل العرب التركيع ولا بيفكر مرة يبيع. عمر الحق أبدا ما يضيع حتى لو طال الكارير. كل التحية طبعا للكويت وللجزائر ولكل الدول العربية الشريفة. فإذا كانت مكة المكرمة قبلة المسلمين وكانت القدس قبلة المقاومين، فإن الجزائر قبلة الثوار الأحرار، لأن الجزائر لا تخاف في الله لومة لائم. خلينا نشوف كيف كانت ردة فعل وزير الخارجية الفلسطيني على هذا العمل البطولي وعلى هذا الرد المزلزل من الجزائر على الصهاينة. نعم، أستطيع أن أؤكد لك أن هذا الموضوع لن يفتح من جديد، لن يفتح من جديد. وما تم هذا اليوم من إجراء هو الدفن الكامل لكل المحاولات التي قامت بها دولة الاحتلال وبعض مؤيديها في كدول أعضاء في داخل الاتحاد الإفريقي. لم يعد بالإمكان للاستمرار في هذه المحاولات، تم دفن هذه المحاولة كليا، وعليه نحن الآن نفتح صفحة جديدة. لأن الجزائر كانت وراء طرد الإسرائيليين وطرد الكيان المحتل وطرد الوفد الإسرائيلي من الاتحاد الإفريقي، فكانت ردة فعل الصهاينة أنهم يمكرون ويكذبون حتى يصدق العالم كذبهم. مش بس تزامنا مع يوم الشهيد وتزامنا مع ذكرى الإسراء والمعراج، لكن للأسف تزامنا مع القصف الصهيوني على سوريا، في الوقت الذي طرد فيه الوفد الإسرائيلي وفد الكيان الصهيوني، وفي الوقت الذي يمكر فيه الاحتلال ويقول أنه بيساعد السوريين ويريد أن يساعد الناس في أفريقيا، ولكن يتدخلون بسبب التطبيع المخزي والعار لبعض الدول العربية، خصوصا بعد طردهم من الاتحاد الإفريقي، طردهم مرة ثانية من القمة الإفريقية
داخل الاتحاد الافريقي من داخل القارة. الجزائر بعد طردهم تكشف ألاعيبهم وتكشف تزييفهم للبطاقات المزورة التي دخلوا بها. خلينا نشوف كيف كانت ردود أفعال بني صهيون على طرد الجزائر من الاتحاد الإفريقي. مئير المصري محلل إسرائيلي يصفه المغردون الفلسطينيون بالسفيه، شتم على الهواء مصر والجزائر. صحيح أن هناك الجزائر التي صوتت ضد، وكذلك مصر للأسف الشديد، وهذا عار على الدبلوماسية المصرية، ولكن هناك المغرب الذي دعم الخطوة، وهناك دول غير أفريقية من العالم العربي دعمت إسرائيل بشكل غير مباشر. هناك بلطجة دبلوماسية، هناك بعض الدول داخل الاتحاد الأفريقي وعلى رأسها النظام الجزائري المالك. الجزائر كانت وراء طرد بني صهيون وطرد الوفد الصهيوني من قاعة القمة الأفريقية. خلينا نشوف كيف كانت ردود الأفعال الجبارة من الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الحدث الذي يمثل قوة الجزائر، يمثل ثورة الجزائر، الحدث التاريخي الذي يجب أن يسجل في تاريخ الجزائر وفي تاريخ الأمة العربية. خلينا نشوف كيف كانت ردود الأفعال وفرحة الشعوب وفرحة الإعلاميين. تابعونا للنهاية. ولكن يسعد دينكم يا الجزائريين، اليوم أنتم انتصرتم لفلسطين وطردتم هذا الاحتلال، فعلا أنتم بلد الشهداء، بلد العظماء، والله العظيم نفتخر بالجزائر بهذا علم، علم الشهداء اللي دائما بناصر فلسطين وبناصر القضية الفلسطينية غصب عن المطبعين وبطامة على القضية الفلسطينية. يسعد دينكم، اتفكوا الدنيا سايبة أنتم، ولكم هذا الجزائر، هذا بلد العظماء، بلد الشهداء. الجزائر لم ولن تسمح بأن يكون المكان الذي تتواجد فيه الجزائر أن يكون متواجد في هذا الاحتلال. خبر والله إنه مفيش القلب. طرد وفد الاحتلال من القمة الأفريقية، والاحتلال بيتهم دولتين، دولتين هم الجزائر وجنوب أفريقيا. تقولوا مين يا ولد؟ الجزائر وجنوب أفريقيا. تخيلوا معاي المنظر، متسللين زي الحرامية والجزائر لقطتهم برا. يعني بلتوهم ذل هيك، والله إنه بيشفي القلب. كل التحية والاحترام، سلام. أما الحدث الأبرز فهو يتمثل في طرد ممثلي الكيان وعلى رأسهم نائبة مدير الشؤون الإفريقية بالخارجية الإسرائيلية. تم طرد الممثلية من القمة الإفريقية المنعقدة بأديس أبابا والتي انطلقت اليوم أعتقد. كما كان متوقعا، شرع الحلف الجزائري الجنوب إفريقي في ضرب الكيان. انتوا شايفينه ده دلوقتي على الشاشة، هو لحظات طرد وفد الكيان الصهيوني من قمة الاتحاد الافريقي 36 اللي بتقام في اديس ابابا، واللي الوفد حاول يتسلل لداخل افتتاح القمة، يعني بدون زي ما بيقولوا كده بدون طلب منه. انت عارفين ان في لسه خلافات على وجود الاسرائيل بصفة مراقب في الاتحاد الافريقي. المغرب حاولت انها تساعد الكيان الصهيوني لان هو يتسلل داخل قمة الاتحاد الافريقي في اولى جلساته لافتتاح الاتحاد الافريقي، لكن الجنوب افريقيا والجزائر تصدوا لها، وامن يعني زي ما شفتوا كده الامن بيطردهم، وانطردوا شر طرده من الاتحاد الافريقي. يعني هو ده الوفد جاي من تل ابيب مخصوص عشان يحضر، وانطرد زي ما انتم شايفين كده، والامن طرده، وده يعني مصيرهم ان هم ينطردوا دايما كيان ملهوش اي قيمه ولا لازمه بيحاول يحط نفسه في اي مكان. عندها تدخلات طبعا في افريقيا، عندها تدخلات في كل حاجه، انما جايين ليه؟ الاتحاد الافريقي ده نصه دول عربية عندها مشاكل مع إسرائيل. اللي عندك دم الأمن بيقول لها لو سمحت تفضلي، أنت مطلوب تخرجي. يعني إيه أخرج؟ أنا ممثلة دولة إسرائيل، أنا فلانة هي قدامكم أهي. قال لها لو سمحتي الوفد الإسرائيلي لازم يخرج. قال إنه الجزائر وجنوب أفريقيا هم اللي حركوا هذا الأمر، والإسرائيليين قالوا للإيرانيين وزوا الجزائريين وجنوب أفريقيا أنهم يخرجونا. طب يا جماعة أنت غير مرغوب فيك في مكان، موجود ليه؟ في نهاية هذا الفيديو بحب أتشكركم على المتابعة والمشاهدة، وبحب أقولكم أنه الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، وفلسطين مع الجزائر المناصرة والمنصورة بإذن الله. كل التحية لكم، تحياتي لكم من قلب فلسطين، أخوكم صابر كلاب. تحيا الجزائر وعاشت فلسطين عربية حرة.